يعني أنا آسف في حوادث الموت المتعددة والمتكررة للأسف الشديد، يعني استلفت انتباهي جدا الواقعة دي إن يبقى القاتل فيها وكيل نيابة. هي الناس دي بتضيع مستقبلها إزاي كده؟ يعني حتى المكانة الاجتماعية والمكانة المرموقة تخليك يعني تخلي الشخص يعني حتى يعتز بهذه المكانة، يخلي الشخص يبقى يكون أكثر حذرا. وكمان لما تكون في مناصب من هذا النوع اللي هي مرتبطة بالعدالة وبالقانون، يعني أنا بشوف بقعد بندهش لما صحيح البشر بشر، لكن لا يعني لما تكون بتحتل مكانة في المجتمع بهذا الشكل ومكانة مرتبطة بالعدالة وبالقانون، وكيل نيابة، يعني حد يتخيل انه مسدس؟ وكمان الغريب في الموضوع، واحد عشان كمان الناس تاخد بالها من ده، واحد بيبيع عربيته من خلال الانترنت، تسويق الكتروني، يعني بيجي له حد بيتفق معاه، طيب تعالى قابلني في المكان الفلاني علشان اجرب العربية ونشوفها. طيب كان نتيجة لده ايه؟ اللي قابله هو وكيل النيابة، وكيل النيابة في طنطا، وكيل النيابة بيشتري منه العربية، بيتكلموا مع بعض، تعالى ناخدها مركز خدمة. المهم انه بيجيب، يعني بيقولوا انه هو قال يعني انا بجيب حاجة من العربية، فايدي جت على المسدس وقتلته. يعني طبعا كده او كده، يعني طبعا ده كلام ليس مقنعا، لكن نسيبه للتحقيق الجنائي، لان ايه اللي يخليك اصلا تطلع من مسدس؟ يعني انت بتشتري عربيه وتتعامل مع مواطن، يعني هتطلع مسدس ليه وبعدين ايدك تيجي عليه صدفه؟ يعني كلام ليس مقبولا وليس معقولا، لكن في كل الاحوال مش هنستبق التحقيقات. لكن حتى لو ده حصل، ده معناها انك وكيل نيابه لا تستطيع انك تسيطر على مسدس مرخص ليك، فتضيع حياه بشر وحياة أسرة. لما تشوفوا حتى عندنا مشاهد للمجني عليه، لو نشوفها هو ده بتضيعه وبتضيع أسرته. وزي ما قلت لكم يا جماعة، انتبهوا هنا، ده محمد عبد الله الضحية، 28 سنة، يعني ما عايز يبيع عربيته، مات. يعني ما يعني لا باعها ولا اشترى نفسه حتى، يعني ليه؟ عشان في قاتل. وده الناس تستفيد من ده، ما تيجي تبيع عربيه ممكن حد يقول لك تعالى قابلني في المكان الفلاني وانت مش عارف هو مين وهيعمل ايه. يعني ما حاجه مش ممكن ابدا. يعني المجتمع فيه يعني بعض الملامح وبعض الظواهر اللي لازم ننتبه ليها. يعني معايا مدام إصلاح عبد الغني، والدة محمد عبد الله. مدام إصلاح، الباقية في حياتك وربنا يصبركم جميعا. الله يخليك، وحياتك الباقية. ربنا يصبركم. أنا تعبانة جدا والله، ونفسي تعبانة، بس هكمل مع حضرتك الحوار إن شاء الله. أنا ربنا يشفيكي، وأنا عارف بتبقى حجم الآلام وحجم الصدمة شكلها إيه، يعني أنت أم في النهاية. طبعا أكيد. بس قولي لي، يعني عندك تفاصيل؟ يعني خلينا عشان نساعد العداله، وكمان دم محمد ما يضيعش، وفي نفس الوقت يعني الناس تستفيد من ده. يعني انا اسف ان انا بدوس على المواجع والالام معاك. يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ زي ما انت عارفه الواقع حصلت ازاي. والله انا يعني اتصلوا بيا الفجر ان ابني عمل حادثه، وبعدين طب روح البيت بتاعه، ورحت البيت بتاعه طبعا، قالوا لي انه اتوسط. يا جماعه في ايه؟ طب ازاي؟ انا اهل حسب حاسه بحسب ضربه عربيه او حاجه. وبعدين سمعت قالوا لا، ده كان عارض عربيته للبيع، هو فعلا كان عارضها على النت، وكان في واحد راح يشوفها. وفجاه لقوه مرمي جنب النادي. ازاي؟ انا ما اعرفش. وهو ميت بعيد عن عربيته، يعني معناه مشي مع المجني عليه. ماشي يوديه فين؟ يعني ما ما مرمي بعيد عن العربية. مرمي بعيد عن العربية عند البنزيمة، وهو مرمي جوه.
ايه اللي وداه جوه؟ يبقى انت قاصد، انت خدته جوه تعمل بيه ايه؟ العربيه ما جوه 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 فين؟ جوه البنزينه؟ لا جوه عند النادي جوه، اللي انا احنا طبعا ما شفناش اي حاجه، كل ده سمع. عند النادي جوه. انت ايه اللي ودى ابني جوه؟ انا عشان طبعا نبقى في العربية. مات في العربيه ازاي؟ طول بتعلق اي عربيه؟ عربيتك؟ لا لكن انت ما كنتيش عارفه انه بيبيع عربيته كده من خلال ال لا انا عارفه ان هو منزل اعلان، عارفه. ومراته كانت متابعاه وقال لها انا قاعد مع اللي هيشوف العربيه وكده. ما نعرفش نص ساعه بين مكالمتها وبين موته، نص ساعه. طب هنا في وفقا ابني ازاي دخل جوه، وازاي وكيل النيابه بيقول كان في العربيه وطلعت رصاصه خاطئه؟ اي انهي عربيه؟ كان اصلا عربيتك متصيمه وبدون نمر، ازاي تيجي ازاي دي؟ هو بيقول نظرا لعدم وجود مركز خدمه بالمنطقه ما توجهت مع المجني عليه يعني للبحث عن مركز خدمه، وهنا بيفتح باب السياره الخلفي عشان يرتب ملابسه يعني ممسكا بسلاحه الناري المستخدم في الواقعه، فطلعت منه طلقه ناريه قتلت المجني عليه اللي كان بيجلس إيه يعني داخل السياره. ابني لو ابني بره الطلقه الناريه تيجي في مين؟ تيجي في هو، ما تجيش في ابني. ولو ابني جوه، جوه بيعمل ايه؟ انت مدخله جوه يعمل ايه؟ انت رايح تشوف. طيب لا والغريب كمان انه كمان يعني لو حتى لو كان ذلك صحيح، المشكله كمان انه وكيل النيابه يعني كان كل ما يشغله كيف يهرب يعني، ونجح في الهروب بالفعل وراح محافظته يعني في المنوفيه. يعني انت جت رصاصه خطا تسيبه وتمشي؟ افرض في روح تسيب الواحد كده يموت ويمشي؟ ازاي يعني؟ انا عايزه اعرف يعني، يعني ازاي حضرتك وكيل النيابة يحصل منه حاجه زي كده؟ وراح محافظه المنوفيه عند صيدلي صديقه وراح اداله المسدس ومسح العربيه واخفى واخفى المسدس عنده. واخفى اخفيته ليه؟ طب ما انت ما انت ليك رخصه تخفيه. طيب. ليه؟ وبعدين انا هم محامي يقوموا يقولوا لي، يقول المحامي لا مالكش انك تطلع على القضيه الا لما يطلع اعلان وراثه. اعلان الوراثه بيجي امتى؟ حضرتك عارف ازاي؟ لا لما انا اول ربنا يصبرك يا مدام اصلاح، وان شاء الله هتابع مع حضرتك. شكرا. بس يا جماعه اللي يستوقفك في ده، زي ما اقول لكم البشر بشر، لكن وكيل نيابه يعني طبعا ده لا يسيء للهيئه القضائيه، لان على طول حتى هتلاقوا انه القضاء المجلس الاعلى للقضاء بياخذ على الفور اجراءاته دائما، اللي بيغلط على طول بيتحاسب وبيتم التعامل مع الحصانه يعني رفع الحصانه عنه. وهنا الداخليه حتى اصدرت بيانا على طول بتوضح كل الملابسات يعني. ايه اللي يخلي بقى حد بهذا الشكل يعني يضيع مستقبله بالشكل اللي شفناه؟ وانت رمز للعداله والقانون يعني تسيب حتى القتيل وتهرب بهذا الشكل؟ فالحقيقه بالتاكيد فيها الغاز هتتكشف وهنبقى نقول لكم تفاصيلها.